كان في زرافتين بس في مصر، زرافة في اسكندرية ذكر وزرافة انتية في الجيزة. بقول لك ايه يا اشرف، معاك 2000 جنيه ضروري محتاجهم جدا يا اشرف. مش من هنا يا اشرف قبل ما تعور نفسك. ايوه يا فرح، عملت ايه؟ انا اسفه يا ليلى. حكاية الزرافة اللي سمعتها دي ما خلصتش كده. الزرافة ما ماتتش.